اهلا وسهلا فيكم في اول تحدي بالقناة. التحدي هو انه حازم ورا الكاميرا راح يسألنا مجموعة اسئلة وبالنهاية اللي بيخسر بالاجوبة عقاب انه بيختار هو بياكل لا اما بصلاي او بطاطاي. بصلاي كبيرة مع بطاطاي صغيرة ياما بصلاي كبيرة او مع بطاطاي صغيرة. وفي كمان هاي طبعا هاي اكبر وحدة. ايه نبلش تحدي. طبعا هلا حازم يعطينا يلا رح نبلش اول سؤال. طبعا السؤال الاول مين بدكم انتو؟ انا يلا بلش. انت يا وسيم شو هو اقرب كوكب للشمس؟ الزهرة. ما خيار ثاني في الجواب؟ لا ما خيار. عطارد. صح. نسيم شو هو الكوكب الأحمر؟ المريخ. يلا يعني عم بعطيك خيار تاني. اعطيته خيار تاني بس هلا اخر مرة. لا منيح ما تورطت انا حكيت. رح ينتهي الوقت. شو رايك حاجته؟ عطارد. صح. عطارد. يلا طيب السؤال الثاني. وسيم شو هو الحيوان يلي ما له صوت؟ ثعلب. خطا. نسيم شو هو الحيوان الذكي؟ ثعلب. لا لا تكون انا. لا ما في شيء. را مش عارف ما في وين ده. ما هو الحيوان الوحيد الذي ينام وعيناه ليست مغلقه؟ الهذا. لا لا عينه مفتوحه. يعني ما أنا مغلقة. شو بدك تكون معي؟ الحمامة. لا خطأ. نسيم ايش هو الجواب؟ الدولفين. الدولفين؟ أكيد خفاش. والسؤال اللي قبله الحيوان ما هو الحيوان الذكي؟ القرد. قرد؟ يلا نسيم السؤال عندك. شو هو الحيوان يلي بيمتلك أكبر ذاكرة بالعالم؟ أنا إلي؟ ذاكرة؟ نسيم ذاكرة؟ حيوان يمتلك ذاكرة. بسنجر. لا خطأ. الجمل. هلا كل واحد عندكم نقطة انتو يعني يكون بعليكم. كل واحد نقطة واحدة. يلا السؤال اللي بعده. شيء له أسنان وسيم طبعا ولكنه لا يعض. لا يعني ما بيعض. شو هو؟ حيوان هو يعني ولا شلون؟ ما بعرف بشكل عام. انا عم بسرع يعني ما انه سؤال. له اسنان؟ ما بعرف. حي. خطا. المشط. لا المشط. نسيت. شو هو الشيء يلي بيسمع بلا اذان وبيتكلم بلا لسان؟ بيسمع بلا اذان وبيتكلم بلا لسان. سانك؟ لا ما سانك. التليفون. يلا السؤال اللي بعده. ليس له بداية ولا نهاية. شو هو؟ ليس له بداية ولا نهاية. أنا جبلشنا فيه. ساعده له. طيب هو شيء له علاقة بالرياضيات. يا لطيف. منوال. شو منوال؟ شو منوال؟ دائرة. يلا نسيم. لا لا ما له بداية. أنا فكرت طريق طويل. يلا
ما هو شو هو الشيء نسيم يلي بيخترقه البلور بس ما بيكسره؟ يا الله يا ضوء. عرفت هديوها؟ ضوء صح. لا الضوء اي ضوء، ضوء الشمس هذا. في واحد يلا اللي بعده. هلا طبعا اخر سؤالين، اخر سؤالين 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 بس ايه يعني عندك وسيم انت يا الريمونتادا هلا تبع حالك جاوب على الاثنين حتى تفوز عليه. يلا بدي اخذ وسيم. تعرف ليش ما بينزرع التين بالارجنتين؟ طبعا الاسئله ما من عندنا شفتها يعني. ها الارجنتين هن نفسهم ما راح يعرفوا لانه بس هيك حضل. لا انا الفايز حكوم. طيب مثال يعني عن شيء او شيء يعني قربنا اياها بالاخر. طيب معروفه معروفه معروف يعني شيء انت بتعرف سمعانه عن الارجنتين بس ما بتعرف انه اللي بيقولوا هيك عنه. ارجنتين لا ما ده ما بتعرفه. لا لا اذا عرفت خالص سوى فاز يعني اسال اخر سؤال لو خسر والله شكلك راح تاكل بصل. بدي ياكل يا هاي انا شكلك راح تاكل بصل. اللي بيعرف في جواب اكتب لنا بالتعليقات. بعد يلا ما راح نقوله ما راح اقوله. اللي بيعرف يكتب لنا سؤال لي. يلا السؤال بتعطيه خذه. السؤال اللي بعده. شو هو الشيء يلي بمر فوق النهر بدون ما يتبلل؟ يعني بلمس النهر. ايه بمرق فوق النهر. ما بعرف يجوز يلمسه. لا هوا انا شمس. السؤال لا السؤال اللي جاييني مكتوب الطيارة. لا للاسف كان بدي ساعدك. انا بكي كان المي لازم يفوق. لا انا هيك مكتوب هندي ما انا جايبه. وبالنسبه لذاك السؤال طبعا راح نحطه بالوصف يلي انه ليش بينقال او ليش بينزرع ما بينزرع التين بالارجنتين. طبعا راح نحطه هلا بالوصف. ايه مين شو بتحب تاكل بصل ولا تفاح؟ بصل صغيره وبطاطا كبيره. انت خيره. شوف ماني لا مستحيل بطاطا. طبعا اللي تاكله هون يعني قدام الكاميرا للاسف شديد. بطاطا يعني بطاطا بيموت. لا بطاطا لا تنتين سوا. لا واحده لا واحده منها. لا تنتين تنتين كل واحد يعضه. يلا يعني مشان نلعب معك نبلش بهاي. بلش بهاي سنة يا مسكيني عضيك معليش. شو الاسئله حكم على فكره يعني ما كان عادل يعني من اول لاحظت عليه. ها هي البصلاي اثرت هلا اللي اكله مزبوط. يلا كل بطاطا مفيده بالصحة خاصة خاصة انا ما فطر اليوم. ما فطر شو فاطي الفول؟ لا لا هلا هيك فطاطا فاطي الفول ما بصل. بعدين تنسلق خليها كلها هو بعدين تنسلق مرتين عارفينك؟ غني ويتر حالي يلا غني ما راح يقدر ينزل الفيديو راح يحيي لحاله. لا تنسوا لايك شير سبسكرايب اذا عجبكم هالنوع من الفيديوهات قولوا لنا بالكومنتات. سلام.